استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم الاثنين الموافق 31 من أكتوبر لعام 2016، استقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. وقد رحب سموه بالخالد مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين دولة قطر ودولة الكويت، وأهمية تعزيز هذه الروابط بما يخدم أمن البلدين والمنطقة ككل. ونقل معالي الشيخ محمد الخالد الصباح لأمير دولة قطر تحيات القيادة السياسية العليا الكويتية وتمنياتها لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار، كما جدد خالص العزاء وصادق المواساة لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب خليفة بن حمد آل ثاني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم صاحب السمو الأمير الوالد حمد بن خليفة والأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان. وكان معالي الشيخ محمد الخالد الصباح قد وصل في وقت سابق إلى الدوحة على رأس وفد أمني رفيع المستوى يضم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والمستشار الخاص لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد أحمد العبدالله الخليفة الصباح وعدد من كبار القيادات الأمنية. وكان في استقباله لدى وصوله معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري وكبار المسؤولين هناك. وقد أدلى معاليه لدى وصوله الدوحة بالتصريح التالي: أسعدني تلبية الدعوة الكريمة لمعالي الأخ الكريم الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحضور افتتاح الدورة 11 لمعرض الأمن والسلامة ميليبول قطر 2016. وقد عقد الخالد في وقت لاحق جلسات ثنائية مع أخيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وعدد من وزراء دول مجلس التعاون والدول العربية، تم خلالها استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية. وفي وقت لاحق شارك معالي الشيخ محمد الخالد يرافقه الفريق سليمان الفهد حضور افتتاح معرض ميليبول قطر 2016 والذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة، وهو النسخة 11 من المعرض الدولي للأمن الداخلي والذي ضم أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات المتقدمة. وقد غادر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح في وقت لاحق لليوم، وكان في وداعه على أرض المطار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين وأركان السفارة الكويتية لدى دولة قطر الشقيقة. وقد أدلى معاليه لدى مغادرته الدوحة بالتصريح التالي: إن حضورنا لهذا المعرض رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، بأننا جادين في تعزيز ودعم قواتنا بكل ما هو حديث، وإننا لن نبخل على الإطلاق في اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة جهاز الأمن وصولاً برجل الأمن إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وبما يساعد على سرعة الكشف عن أدق الجرائم وأكثرها احترافاً فضلاً عن الوقاية منها.